بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في إلقاء المحاضرة السادسة من في مادة مقدمة الطاقة Introduction of Energy وفي كلية تقنيات الطاقة أشخرة للفصل الثالث في تخصص أو قسم الطاقة المتجددة Department of Renewable Energy. في البداية حاب يعني نعطي نبذة بسيطة على هذا النوع من الطاقات، وهي ما يسمى بالستيم ستيشن أو ستيم انرجي. هذا النوع من الطاقات هو يعني استحدث في تقريبا في 1832، بدأ العمل في هذا النوع من المحطات، وفي سنة من السنوات كان عديد من الدول معتمدة على هذا النوع من المحطات اللي هي ما يسمى بالمحطات البخارية، حيث في تصميمها الأول كان يعني حجمها من عيوبها أن حجمها كبير وتحتاج إلى كمية كبيرة من الماء، وذلك لصناعة البخار عبر البويلر وأيضا استنزاف البخار المشبع اللي هو ما يسمى بالساتوريتد ستيم في المكثف الكوندنسر، حتى نستطيع في إعادة هذا الماء إلى البويلر أو الغلاية مرة ثانية. فأيضا يعني هذا النوع من المحطات يعني يحتاج إلى أيضا كمية من الوقود، وهي غير صديقة للبيئة، حيث يعني تنتج غازات، ومن أهمها هي غاز ثاني أكسيد الكربون. نبدأ في الـ Components of Station، مكونات المحطة. المحطة تتكون من العديد من المكونات الرئيسية، وهي البويلر أو الغلاية، وهي التي يتم فيها إنتاج البخار أو تحويل الماء إلى بخار حتى نستطيع دفع أو ضغط عبر الكمبريسر إلى التروباين. أيضا عندنا الجزء الثاني اللي هو التروباين، اللي هي تعمل عبر دوران المحور اللي هو يكون متصل مع الجنريتر أو المولد في سرعة واحدة لإنتاج القدرة الكهربائية عبر الجنريتر أو المولد. ثم عندنا الجزء اللي هو المهم جدا، المكثف، اللي هو يبدأ في استنزاف أو تحويل الماء المشبع أو البخار المشبع أو الماء إلى ماء صافي حتى يتم ضخه عبر هذه المضخات للغلاية مرة ثانية. إذا لو جينا المكونات حنلقوا إن هي الغلاية البويلر، عندنا التروباين، الجنريتر، والكونديسر أو ما يسمى بالمكثف، والبامبس المضخات اللي هن يتم دفع الماء عن طريقها. هذه مكونات رئيسية لهذا النوع. أيضا عرفنا المحطة، ويعني تقريبا نعتمد على دورتين من المحطات في حياة هذا النوع من المحطات. يوجد نوعين من الدورات، types of cycles. إذا هذه الدورات هناك دورة ما يسمى بالكارنوت وأيضا الرانكون سيكل. الدورة الأولى اللي هي الكارنو أو ما يسمى كارنوت، وهذا النوع سمي عن طريق اسم المهندس الذي صمم هذه الدورة، التي تعتمد على 4 خطوات في المحطة، اللي هو ما يسمى بسادي كارنو. أيضا وذلك للحصول على أفضل شغل للتروباين أو للمحطة لرفع الكفاءة، وذلك بسبب اختلاف درجات الحرارة في المعدات أو الدورات. إذا دورة كارنوت تتمثل ب4 خطوات، الخطوة الأولى والخطوة الثانية، وهي يكون فيها اللي هي درجات الحرارة مش عالية، وهي تتمثل في البويلر
الى تقريبا تحويل الماء حتى التروبينة، ويكون عندي هنا بخار مشبع، ثم تحويل او الدورة الثالثة والرابعة اللي هي ما يسمى بالدراي ستيم، وهذه دورة البخار اللي هي من التروباين وحتى خروج دخول التروباين وحتى خروجه ووصوله الى المكثف. وهنا درجة الحرارة طبعا هتكون اعلى من درجة الحرارة اللي هي موجودة في الدورة 1 و2. حيث بدأ في تطوير هذا النوع من المحطات حتى استخدم او طوروا تم تطوير هذه الدورة اللي هي ما يسمى بالرانكين سيكل، وهذه الدورة اصبح فيها اللي هي الدورة الخامسة والسادسة وايضا تقريبا السابعة. وهذه الدورات تتمثل او ما يسمى بالدورة المعدلة، واصبح فيه اعادة تسخين للبخار المشبع واعادة تسخين للمياه حتى ترتفع درجة الحرارة في البويلر وتستقبل ماء دافي بدل ما تستقبل مياه تقريبا يعني باردة، ويكون سرعة تحويل الماء إلى بخار بشكل أكبر، ونتحصل على كفاءة أفضل في التشغيل. إذا هنا ما يسمى بدورة كارنوت، وأيضا هنا اللي هي ما يسمى بدورة رانكون. طبعا هذه الدورة تتمثل في كثير من الخطوات، فمثلا الهاي بريشر تمبريتشر، وهنا عندنا اللو بريشر تمبريتشر، يعني او يعني هنا عندنا درجة الحرارة العالية ودرجة الحرارة اللي هي الأقل. أيضا هنا عندنا اللي هو الفيد بامب اللي هو المضخة الأولى والمضخة الثانية في إعادة هذا التسخين الذي حدث ري هيتينج، وسوف نتطرق في هذا النوع من في دورة البخار وأيضا دورة الماء في إعادة التسخين وكيفية رفع الكفاءة لهذه النوع من المحطة. إذا تتكون دورتين مهمات اللي هي كارنوت وأيضا رانكون سيكل، وسوف نتطرق إلى الدورات المهمة في هذه المحطة في السلايد القادم. عندنا 3 دورات في هذا النوع من المحطات أو 4 دورات. عندنا اللي هو ما يسمى بالفيول سيكل، دورة الوقود ودورة الماء ودورة البخار ودورة الزيت. نتحدث على الفيول سيكل وهي دورة الوقود، وهذه الدورة تتمثل في تخزين الوقود في الخزان، ثم يتم دفع هذا الوقود عبر الفالف وذلك للتحكم في كمية الوقود، ثم يبدأ في تصفية الوقود من الشوائب العالقة وهي ما يسمى بالفلترس الفلاتر. ثم بعد الخطوة التصفية أو الترشيح يتم ضخ عن طريق البامبس المضخات إلى ما يسمى بالهيتينج سيستم وتسخين الوقود إلى درجة حرارة 70 درجة مئوية، ثم يبدأ الفورس بامب أو مضخات القوة أو مضخات الطرد حتى إلى ما يسمى بغرفة الاحتراق داخل الغلاية، وذلك لتسخين الماء إلى بخار ونتحصل على البخار الذي هو سوف يقوم بتدوير الريش في التروبينة عبر الضغط عبر الضواغط، نتحصل على حركة دورانية في الجنريتر. هذه يعني هي دورة الوقود بشكل بسيط جدا، اللي هي مكملة لباقي الدورات الثانية. ايضا عندنا الاويل سيكل، وهذه دورة الزيت ايضا مهمة جدا. ولو جينا لنظرية العمل او الخطوات لهذه الدورة، هنلقوا ان عندنا هنا ما يسمى بالاويل تانك، وهو الزيت الذي يتم تخزينه عن طريق الخزان او التانك،
ثم يدخل على الفلترس أو الفلاتر، وذلك لتصفية ما يسمى بالفيلينجس أو البرادة أو الأمبيوريتي، الشوائب اللي هي جت بعد انتهاء الدورة حاملة كثير من البرادة أو بسبب احتكاك الحديد في مع بعض. إذن هنا يبدأ في تصفية الزيت، ثم يبدأ في قياس درجة الحرارة متاعها، و الفالافل أو الفالف أو ما يسمى بالفالفس، هذين أيضا في التحكم في كمية الزيت. ثم يتم تبريده، لأن طبعا من فوائد هذه الدورة هي تقليل الاحتكاك وأيضا تبريد المناطق اللي هي يحدث فيه الاحتكاك. إذا يدخل، يجب أن يكون داخل لمناطق التبريد زيت بارد، ويتم تبريده عن طريق هذه المنظومة. ثم يبدأ عن طريق الفالف اللي هو دخول إلى مثلا كراسي التحميل في التروباين والجنريتر وباقي كل المعدات التي يعني تعتمد العملية أو عمليتها على الحركة الميكانيكية، ويدخل في كل جزء يتحرك حتى يتم تقليل الاحتكاك وأيضا الخفض من درجة الحرارة. ثم ينتهي دورته بعد ما يكمل كل الدورات في القطع الموجودة في المحطة، وذلك لإعادته إلى الخزان مرة ثانية والفلاتر وهكذا. إذا هذه دورة الزيت بشكل بسيط جدا، يعني من أهمها هي تقليل الضوضاء وتقليل من الاحتكاك، وأيضا تبريد المناطق التي يتم فيها الحركة. آخر دورة اللي هي ما يسمى بالووتر اند ستيم سيكل، وهذه الدورة هي عبارة عن متمثلة هذا الدايجرام في دورتين. الدورة الأولى وهي دورة الماء، وهذا بعد ما استقبال الماء من البحر إلى البويلر، بعد ما تم تصفية هذا الماء وتنقيته من الشوائب، يبدأ يدخل في غرفة الاحتراق عبر الأنابيب الموجودة هنا، ويتم تسخينه حتى يتحول إلى بخار. ثم يبدأ ضخ هذا البخار اللي هو بخار مشبع وليس جاف، وهذا البخار المشبع اللي هو ما يسمى بالساتوريتد ستيم، يبدأ هنا تصفية هذا البخار، نترات الماء اللي هي ترجع للبويلر أو الغلاية، وأيضا البخار المشبع يذهب إلى إعادة تسخين أو يذهب إلى الستيم بايب اللي هو حيمشي للمرحلة الثانية. هنا يبدأ متمثلة دورة الماء في هذا من البويلر إلى اللي هو المنفصل أو اللي هو يفصل الماء عن البخار. ثم يتمثل دورة البخار اللي هي في الجزء الثاني، يبدأ من بعد ما يدخل في الستيم بايب ذاهب إلى التروبينة، نبدأ نشتغله عليه في إعادة التسخين. أحيانا ندخلوه على ما يسمى بالري هيتينج أو المحمصات، ونحولوه من بخار مشبع إلى بخار محمص أو جاف اللي هو ما يسمى بالدراي ستيم، وذلك لدخوله إلى التروبينة، لأن التروبينة إذا كان دخل معانا بخار مشبع فهذا يعني سوف يعمل على تآكل القطع الموجودة في التروباين، ومن أهمها هي الريش المصنوعة من الحديد. ويبدأ في دخول بعد ما إعادة تسخينه، يبدأ ضغطه أو يتم ضغطه إلى التروباين، نتحصل على الحركة دورانية، حيث أن هناك تقريبا أكثر من ضغط موجود في التروبينة. الضغط الأول اللي هو الهاي بريشر وفي الاصطدام الريش الأولى، ثم
الميدل او الميديوم بريشر، وبعدين عندنا اللو بريشر اللي هو بعد خلاص انتهى دورة هذا البخار وخروجه الى الكونديسر اللي هو المكثف، ويتم استنزافه عن طريق الماء البارد اللي هو داخل الانابيب في المكثف، ثم ضخ الى المضخ البويلر مرة ثانية. فهذا تتمثل حركة او دورة البخار الموجود في هذا النوع من المحطات. وان شاء الله نحاول احنا يعني طبعا اذا بنتطرق للمزايا والعيوب، فالمزايا ان هي يعني المقارنة مع المحطات النووية بعض المحطات هي تعتبر قليلة التكلفة، تحتاج عيوبها تحتاج كمية كبيرة من الماء، أيضا يعني ما نقدرش نصممها في أماكن في أي مكان، يجب أن يكون قريب من وفرة من الماء مثل شواطئ البحر. وأيضا يعني كفاءتها قليلة نسبيا، أيضا مزاياها أن هي تعمل على الأحمال المستمرة، تشتغل لفترات طويلة جدا، عملية الصيانة الدورية يعني بالمقارنة بالمحطات الثانية تكون سهلة وبسيطة. وإن شاء الله نكون وصلت المعلومة الكافية لهذا النوع من الطاقات، وشكرا.